فاكر ياسر لبيب وفاكر حركاته في نتمنى. الملعب ولا لا؟ ما تقلقش، هنشوف الجمهور هيقول ايه. والله كابتن ياسر لبيب ده يعني شخصية جميلة قوي، يعني كابتن النادي الأهلي من أساطير الهاندبول طبعا، شخصية جميلة وطيبة ومحترم جدا، يعني أي حد يشوفه ولا هيتعرف عليه هيبقى مبسوط جدا. ويعتبر نموذج بصراحة، وأنا بطالب كل الشباب أن يتخذوه قدوة ونموذج في تصرفاته وأخلاقياته. قبل ما نتكلم على اليد، إذا اتكلمنا على اليد هنقول بقى هو بصراحة هو رئيس قطاع اليد، وبرضه مش عاوز أبخس حق اللي قبليه، إنما هو من ساعة ما مسك بصراحة واليد ما شاء الله، يعني عايزين بقى إن شاء الله تستمر كده على طول، ومهما اتكلمت على الكابتن ياسر لبيب مش هفي حقه. طبعا الكابتن ياسر لبيب غني عن التعريف، هو كان لعيب كرة اليد، لعيب عالمي يعني، وكان مثل منتخب مصر وحقق بطولات كتيرة مع النادي الأهلي، حوالي 19 بطولة تقريبا، فقعد حوالي 27 سنة مع النادي الأهلي، وحاليا هو دلوقتي يعني رئيس الجهاز. وطبعا احنا شايفين الطفرة اللي حصلت في السنة الأخيرة من مع كرة اليد، ووصلوا لكأس عالم الأندية وحققوا بطولة أفريقيا. لا طبعا يعني ده أسطورة كرة اليد، وقعد على مدار سنين كتير يلعب، وكان من يستمتع بلعبه، وراجل قوي في لعبه، ويعني انا متاكد انه عمل ستاف تاني كتير قوي لانه يبقوا في نفس مستواه. اشهر لعيبه النادي الاهلي في كره اليد، وحقق نجاحات كبيره قوي، طور واضاف للعبه كره اليد في النادي الاهلي، ونقلها من المحليه للدوليه. كابتن ياسر لبيب من الناس من علامات بارزه في كره اليد للنادي الاهلي وفي كره اليد المصريه كلها يعني. وبعدين ده مش بس في كرة اليد المحلية، ده نقل الكرة المحلية للعالمية والدولية، حاجة مشرفة للنادي الأهلي. ودلوقتي هو كمان بيصنع جيل أجيال. أنا هخلص كلامي في كلمتين، هو بيبو كرة اليد. أنا كان بيمتعني يعني في أدائه، لأنه طبعا أدي عضو قديم، كان مجموعة ما شاء الله، مجموعة من عايز اقول ايه، من اعظم الفريق اللي جه في كره اليد في تاريخ النادي الاهلي. يعني بصراحه ياسر بيبو كره اليد.